تم توظيفكم على بند الجرب فئة ألف، لماذا هذه الفئة تحديدا وماذا تعني؟ وهل هي تعتبر أقل الفئات؟ نعم، ربما يكون أحد الأسباب اللي أدت إلى توظيفنا على بند ألف هو أول شيء عدم وجود الرقابة الصارمة على بعض الجهات، أو إذا قلنا أغلب الجهات والوزارات المعنية في التوظيف، حيث أنهم استغلوا حاجة الموظفين ووظفوهم على وظائف أقل من مؤهلاتهم ومن خبراتهم ومميزات اللي هم يحملونها. طبعا كان الأمر الملكي في عام 1432 في عهد الملك عبد الله، اللي هو أمر التثبيت الأخير، في ناس بعد الأمر تعينوا على وظائف على البند، تقريبا شهرين أو 3 شهور صدر أمر آخر بإقفال هذا الملف وعدم التوظيف عليه نهائيا إلا عن طريق الخدمة المدنية وتحت مظلة الخدمة المدنية، يعني عن طريق إعلانات رسمية وبما يتناسب مع المؤهل ومع الوظيفة. تجاهلوا هذا الأمر وصار الأعداد، تخيل أنها صارت في ازدياد في ازدياد في ازدياد، لين صار الملف محرج جدا 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 على الخدمة المدنية إلى الآن. طيب أنت سعيد وش شهادتك؟ جامعي. أي. إدارة. إدارة. وأنت دخلت وأنت عندك عندك لا أخذتها بعد ما في قطاع أنت؟ وزارة البلدية القروية. كم صار لك الآن؟ من عام 1432 أنا توظفت بعد القرار تقريبا بأسبوع أو أسبوعين. وراتبك نفس الشيء من ذاك الوقت؟ إلى الآن تخيل في الفترة هذه بديت ب 3000، الآن 3650، يعني زاد في 7 سنوات 8 سنوات 650 ريال.